ناخد مع بعض أدعية الصلاة. يعني أدعية الصلاة دي أدعية بنقولها وإحنا بنصلي في مواضع مختلفة، زي مثلا أدعية الركوع، زي قيام من الركوع، زي السجود. طيب تعالوا مع بعض، أنا عارفة أن أنتوا شاطرين وأن أنتوا عارفين حركات الصلاة، تعالوا مع بعض نراجعها تاني ونقول أدعية الصلاة. طيب أول حاجة لما بنيجي بنصلي يا سنة أولى بتبقى في إيه نية الصلاة؟ بنقف طبعا بنكون متوضيين وبنقف على سجادة الصلاة، وعنينا بتبص فين؟ بتبص قدامنا كده تحت، زي ما الولد ده واقف بيبص. ونية الصلاة بتكون عندنا نية إن إحنا هنصلي مثلا صلاة الفجر. بعد كده بنقول إيه؟ بنبدأ صلاتنا بإيه؟ والله أكبر، زي ما الولد كده واقف بيصلي وبإيه بيقول الله أكبر. بعد كده بنعمل إيه سنة أولى؟ بنقول إيه؟ أول حاجة سورة الفاتحة، ولازم سورة الفاتحة نقولها في إيه؟ في كل صلاة وإيه؟ وفي بداية كل ركعة، علشان خاطر تكون صلاتنا إيه؟ صحيحة. بعد ما بنقول سورة الفاتحة بنقرأ بعديها سورة إيه؟ سورة قصيرة، أي سورة إحنا حافظينها يا سنة أولى. طيب وبعد كده بنقول إيه؟ بنقول بنركع. طيب إيه هي أدعية الركوع؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. عرفنا يعني إيه دعاء الركوع؟ اللي هو إيه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. بعد كده لما بنعتدل من الركوع، أو إحنا لما بنيجي بنقوم من الركوع بنقول إيه سنة أولى؟ بنقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. شايفين الولد ده رفع إيده إزاي؟ بعد ما ركع قام بقى وبيعتدل من الركوع بيقول إيه؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. طيب بعد كده بيقول إيه؟ بيسجد. بعد ما بيسجد شايفين الولد سجد إزاي؟ إيه بقى أدعية السجود؟ بيقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. كم مرة يا سنة أولى؟ 3 مرات. بعد كده بيقوم إيه؟ بيعتدل من السجود وبيقول إيه؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي. وبعد كده بيسجد تاني وبيقول إيه؟ دعاء السجود، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. طيب بعد كده بيقوم يقف علشان خاطر يبدأ في الركعة التانية. بيقول إيه في الركعة التانية؟ لازم يبدأها بصورة الفاتحة، طبعا بيقول الله أكبر. بعد كده بيقول إيه؟ الفاتحة، سورة الفاتحة لازم. وبعد كده أي سورة قصيرة. طيب وبعد كده بيعمل إيه يا سنة أولى؟ بيركع. إيه دعاء الركوع؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، 3 مرات. وبعد كده بيعمل إيه؟ بيعتدل من الركوع بيقول ربنا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. طيب وبعد كده بيعمل إيه؟ بيسجد. وإحنا في السجود بنقول إيه سنة أولى؟ دعاء السجود، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. بعد كده بيعتدل من السجود وبيقول إيه؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. شايفين الولد قعد ازاي؟ بعد كده بيرجع يسجد تاني وبيقول ايه دعاء السجود، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. كم مرة يا سنة اولى؟ 3 مرات. وبعد كده بيعمل ايه؟ بيقول التشهد. وبعد التشهد بيقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طيب احنا كده عرفنا مع بعض حركات الصلاة، احنا كنا واخدينها مع بعض. طيب ايه بقى هي ادعية الصلاة؟ تعال نقولها تاني. طيب ده الولد ده بيعمل ايه سنة اولى؟ بيركع. طيب ايه هو دعاء الركوع؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. طيب لما بيعتدل من الركوع بيقول الولد هنا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. طيب ايه هو دعاء السجود؟ شايفين هو ساجد، دعاء السجود لما بيسجد بيقول ايه؟ سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. تعالوا نحل مع بعض نشاط صفحة 61. احنا عرفنا كده حركات الصلاة وعرفنا كمان ادعية الصلاة. طيب تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجة عندي ايه هنا يا سنة اولى؟ بيقول لي هنا ايه؟
سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. طيب سبحان ربي العظيم ده كنا بنقوله في ايه؟ كنا بنقوله في الركوع. طيب فين هنا من الثلاث صور دول الركوع هتبقى ايه؟ اخر صورة. هنوصل سبحان ربي العظيم بايه؟ باخر صورة. طيب هو بيقول لي هنا ايه؟ صل ولون، يبقى هنلون ايه؟ الولد اللي ايه؟ اللي بيركع. طيب تاني حاجة عندي، تاني جملة عندي بيقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. طيب هنا فين عندي الاعتدال من الركوع؟ أول صورة، يبقى هنوصل سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد بإيه؟ ده أول صورة، وكمان هنلونها. طيب آخر حاجة عندي سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. دي بتاعت إيه يا سنة أولى؟ دي بتاعت السجود، ده دعاء السجود. يبقى هنوصله بأنهي صورة؟ بالصورة اللي في النص، الولد اللي إيه؟ اللي بيسجد فيها، وكمان إيه؟ هنلونها. وبكده درسنا يكون خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.